ايه الماتشات اللي ما تعرفش تصرفها ازاي؟ اللي هو طب الراجل عمل تغييرات وزي الفل وحكيم زياش نزل وقدر كمان ان هو يعمل اسيست تيمو فيرنر. اه فيرنر ضيعها بس اوليفي جيرو جابها. طب ما اوليفي جيرو برضه تغييره هو عملها من على الدكه. طب ما انت لو بصيت برضه قلت ان فرانك لامبرت عمل شغل كويس هتلاقي ان التغيير اللي كان حاططها جنبه كان ريس جيمس مكان تيمو فيرنر عشان خاطر كان خايف يلبس الهدف الثاني. فلو قعدت تقول ان فرانك لامبرت عمل تغييرات عبقريه وقرا الجيم كويس هتبقى بتطبل، ولو قعدت تقول ان تشيلسي لعب مباراه كويسه نوعا ما هتبقى بتطبل. بص فلنعتبرها انها تجربه لمباراه توتنهام. تمام هقول لك تمام يا عم انا متفق معاك، واحنا بنريح اللعيبه علشان خاطر مباراه توتنهام وبنجرب نعمل شكل جديد، بنحاول ان احنا نلعب 4 3 3 واوقات بنلعب 4 2 3 1. موسم مونت هو اللي بيكون مركز 10 والكره معانا وبيرجع يكون لعيب مركز 6 او 8 في ال 4 3 3. القصه بسيطه عزيزي مشجع تشيلسي، يا ريت يعني ما يكونش في حساسيه من الكلام اللي انا قلته، لان انت لو واثق ان الفرقه عندها شكل مع فرانك لامبرد تكتيكي وشكل دفاعي فمع احترامي ليك هو فرانك لامبرد لسه بيحاول ان هو يوجد هويه للفريق، الكلام ده من السنه اللي فاتت، يعني سبحان الله لو قعدت تراجع مباراه فرانك لامبرد اول خمس ست ماتشات كان مسكهم مع تشيلسي هتلاقي سبحان الله اكتر كور بتيجي منها اهداف مرمى تشيلسي الكره العاليه، وبرده لو دورت السنه دي وبرده لو دورت ماتش النهارده بتاع جيروساي الهدف التعادل هتلاقي برده كره عاليه، وبرده كورتين قبليها مندي كان انقذ واحده فيهم برده كوره عاليه. نفس المشاكل هي الدفاعيه، علشان خاطر قلت لك قبل كده مندي هيحل لك مشاكل دفاعيه كويسه نوعا ما. كورتوا كان اسمه ايه ده كبه كان بيغلط، بس الراجل برده مندي حارس كويس عن كبه وموفق عن كبه بصراحه محظوظ. اه ما انت لازم يكون عندك شويه حظ عشان خاطر تنجح ونجمك يلمع. يعني مثلا كبه كان حارس سيء سيء وحظه سيء، اللي هو حكيم زياش لعب كروستا في مباراه اياكس وتشيلسي في دوري ابطال اوروبا السنه اللي قبل اللي فاتت سبحان الله لفت وجت من وراه. النهارده مندي الكره بيصدها ببطنه بعد كده ترجع له تاني من رجله، هو منتهى حسن التوفيق وده اللي حارس المرمى بيبقى عايزه، اديني شويه توفيق وانا هطلع لك مباراه كلين شيت. بالمناسبه حارس ممتاز وحارس جيد والراجل برضه مثابر، لو سمعت قصه حياته هتعرف قد ايه ادوارد مندي حارس مثابر ويستاهل النجاح اللي هو وصل ليه. 4 2 3 1 كانت جيده، ابرزها بن شيرويل ناحيه الشمال وابرزها تيمو فيرنر، ونفس الكلام اللي قلت لك عليه لو عايز تدور على لعيبه اقوياء في الملعب هتلاقي ان بن شيرويل وكمان تيمو فيرنر هو اللي ممكن يعمل لك حلول هجوميه. اه هودسون اودوي راجل منتظر منه ان هو يكون واحد من نجوم الفريق، الكلام ده بقى له سنتين بس بيحاول الراجل ان هو يكون على قد ما جمهور تشيلسي كان بيحلم بيه وعلى قد ما ابراهيموفيتش كانوا بيحلموا ان هودسون اودوي هيكون الخليفه الشرعي لايدن هازارد. آه بيحاول الراجل وموسم مونت برده ما تعرفش لحد دلوقتي. طب هو اه بنحاول نلعب بصناع العاب، اه بنحاول نلعب بجناح مش عارف، او فرانك لما تحس ان هو لا موسم مونت ده يعني اللي هو بص في مصباح علي الدين بحرك انا موسم مونت في اي حته انا عايزها، يلعب جناح يلعب جناح يلعب نص ملعب يلعب نص ملعب. تمام انت مرايح حكيم زياش وقررت تريح نقولوا كونتي، طب ما تدي لكاي هافرتز، جرب تدي لكاي هافرتز وجنبه ماتيو كوفاتيتش او كمان تدي الموسم مونت وجنبه كاي هافرتز، ما فيهاش اي حاجه يعني ما فيهاش حاجه غلط، بس المشكله كلها ان انا عارف ان ضغطه اللعيبه الانجليز على فرانك لامبرت اعلاميا عامله عليه مشاكل، وهو ما ينفعش ان هو يقعد تامر ابراهيم مهاجم على الدكه ويقعد كمان هاتسون اودوي على الدكه وكمان يقعد موسم مونت على الدكه. هتقول لي طب ما حكيم زياش راجع ومرهق من المباراتين اللي لعبهم في تصفيات افريقيا، هقول لك تمام. طب ما موسم مونت برده ما كانش بيتشمس، لعب برده المباريات بتاع المنتخب الانجليزي ولا اشمعنى؟ موسم مونت عمل اسيست كويس لهوتسون اودوي وبيقدر ان هو يحرز الهدف الاول، وقبل الهدف الاول كان في كور بتاع تيمو فيرنر، وبعد الهدف الاول برده في كره غريبه قوي ضيعها موسم مونت بنفسه. موسم مونت راح مضيع كره غريبه قوي حارس المرمى قدر ان هو يطلعها، وبصراحه حارس كان عامل صد حجازيه فيها، وبعد كده تشيلسي فجاه بيختار ان هو انا هرجع اقابل بقى ليه؟ علشان خاطر احنا هنلعب قدام توتنهام فبنحاول ان احنا ناخد المباراه دي بروفا، فبروفا هنسيب الكره رين ونرجع احنا ندافع. تمام طلعت بالشوط الاول 1-0، نزلت الشوط الثاني قررت ان انت بص انا هكمل على نفس النظام اللي انا فيه، هسيب الكره لعيبه رين ويعملوا كل اللي هم عايزينه، ما عندهمش خطوره كبيره بيحاولوا ان هم يلعبوا كروسات كتير، بنحاول كمان ان احنا نقوي الفرقه في العرضيات. تمام انا معاك كل الكلام لحد دلوقتي قشطه وبيست، بس لما بتلبس الهدف بتلاقي ان انت عندك شويه مشاكل، بتلاقي ان انت قبل التغيير للهدف بتغير التغييرات، نزل نقولو كانتي ونزل كمان جيرو. طب تمام لما انت عايز تريح طب ما لعبت جيرو من البدايه ليه؟ عادي نعتبر ان هو برده كلها مغامرات وكلها بيعمل لمباراه توتنهام. طب ما احنا لو قعدنا نتكلم على اللي لامبرد بيفكر فيه واللي لامبرد بيقرا المباراه هنلاقي ان فرانك لامبرد مش بيقرا المباراه، فرانك لامبرد بتحس ان هو بيقرا مباريات ثانيه خالص، اللي هو الفرقه مضغوطه ما معناش كوره، تمام بتنزل لي لجولو كانتي وبتنزل لي كمان اوليفيه جيرو وبتطلع موسون مونت علشان خاطر موسون مونت بيهاجم شويه فانا هنزل لجولو كانتي عشان خاطر يدافع. طب تمام ده هيمسك الكوره وجيرو عشان ناخد الكوره العاليه ونحاول ان احنا ننزل على الاطراف لوتس الموضوع اللي اختفى تماما بعد ما حرز الهدف الاول وما اعرفش فضل سايبه في الملعب طول الوقت ده ليه، وبنقرر ان انا انزل حكيم زياش. لما نزلت حكيم زياش فجاه لقيت سبحان الله يا اخي
الابواب اللي كانت مغلقه قدامك فجاه اتفتحت ليه؟ علشان خاطر الفرقه عباره عن شويه فرديات، توماس مونت يديك نفحه شويه لهوتسون مودو يجيب الهدف الاول وكره ثانيه مستني ان حكيم زياش يديلك نفحه عشان تجيب الهدف الثاني. طب معلش بقى، لا مؤاخذه، فين شغلك انت كمدرب؟ يعني فين مثلا المنظومه الدفاعيه بتاعتك؟ هل المنظومه الدفاعيه كويسه؟ طب هل الفرقه بتتحرك هجوميا ليها شكل مثلا، بتحاول ان هي تلعب على الاطراف، بتحاول ان هي تلعب في عمق الملعب؟ هو كله ماشي بنور الله، وطالما الفرقه كلها ماشيه بنور الله والمباراه بتخلص على خير، وفجاه بتلاقي ان اوليفي جيرو خلص المباراه في الدقيقه 90، سبحان الله يا اخي اتشيبيليا قال لك مش هسيب لك الصداره، ومنير حداري بيقدر ان هو يجيب الهدف الثاني لتشيبيليا قدام كروسنور، علشان خاطر فجاه تلاقي ان انت 10 وتشيبيليا 10، وبرده نفس المشكله هي هتخلص مباراه توتنهام، هترجع لتشيبيليا على الصداره، وكمان هتنزل لليدز. تمام، انا متفق معاك ان انت عندك اريحيه انك تعمل مباراه سيئه، بس انا نفسي سؤال، هو لو الفرقه دي بالسكواد الحالي بالدكه الحاليه مع مدرب غير فرانك لامبرت، كنت هتلاقي ان في اداء سيء النهارده حتى لو انت بتلعب ضد ريم في فرنسا؟ حاجه ترد على السؤال ده ضروري وحياه عيالك. بص، مش تخسر حاجه وانت بترد على السؤال انك تعمل لايك او تعمل سبسكرايب لو الفيديو عجبك، لو الفيديو ما عجبكش براحتك يا معلم، احنا شوط 90 دقيقه عك وعك فاضي.